برئيس الجامعة هي شهرة نشاط ودعم متواصل وعطاء متفاني للجامعة، وبنشكره كل الشكر على دعمه لأنشطته الغبية وعلى دعمه لقطاع شؤون التعليم والطلاب. الأخ العزيز أشرف القاضي أمين عام الجامعة، دورك متميز وعطاء متميز. هي دكتورة سامية سعيد، دكتورة صباح، دورنا إن احنا نكون مركز إشعاع حضاري وثقافي للمجتمع. إذا كنا نفشل في ده فعلى كده هنفقد جزء كبير جدا ومهم من دور الجامعة في تنمية المجتمع. بشكركم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وبشكر صديقي العزيز الدكتور محمد عبد الدوام هذه المقدمة اللي أتمنى أكون أستحق جزء منها. إنما إحنا في النهاية فعلا فريق عمل في الجامعة، أنا مش بشتغل لوحدي، كل الناس بتتعاون معايا علشان نطور ونحسن أدائنا في الجامعة. بشكر طلابنا المتميزين دايما اللي دايما بيسعدونا بمشاركاتهم، وبتمنى لهم دايما التوفيق ان شاء الله، وبنهنيكم بمناسبه قرب حلول شهر رمضان المبارك وقرب انتهاء الامتحانات او بدايه الامتحانات، وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله دايما نرتقي في افراح وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.